بالتزامن مع دخول مملكة البحرين فصل الشتاء، حتى فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي في خطبة صلاة الجمعة حث أفراد المجتمع كافة على تقديم العون والمساعدة وتفقد أحوال المحتاجين في ظل الأجواء الشتوية، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر للمحافظة على الصحة والسلامة العامة. وتذكر يا عبد الله وأنت تنعم باللباس الدافئ والمسكن الهاني، تذكر الله فاحمده أولاً وأخيراً على ما يسر وسهل، واشكره على ما أنعم وتفضل، وتذكر ثانياً إخواناً لك قدرت عليهم أرزاقهم وقصرت بهم النفقة، لا يجدون لباساً ولا يرتدون لحافاً ولا يلبسون كساء، برد قارس وليل مظلم دامس، وأنت تبدل ما شئت من الثياب وتملك من اللحاف والوقاية ووسائل التدفئة، وهم بأمس الحاجة إلى العون والمساعدة في إقبال الشتاء والبرد. فقدموا لأنفسكم رحمكم الله، وتفقدوا إخوانكم المحتاجين فهم أولى بالتفقد والعطاء والإحسان، وابدأوا بأقاربكم وذوي أرحامكم ثم جيرانكم وأهل بلدكم ثم الأقرب منكم فالأقرب ثم إخوانكم المبتلين بالكوارث والحروب والأوبئة من الفقراء والمستضعفين في العالم.